الصحة إلى التدابير والإجراءات التي وضعتها المديرية العامة للحماية المدنية في ظل التساقط الغزير للأمطار والثلوج على عدة مناطق من الوطن. ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع يحضر معنا رئيس مكتب الإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية النقيب نسيم برناوي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك، صباح الخير لكل المشاهدات ومشاهدين التلفزيون العمومي. شكرا على تلبية الدعوة. إذن سيادة النقيب، سأبدأ معكم من حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال هذه الوضعية الجوية الاستثنائية التي تشهدها البلاد. طبعا الحصيلة خلال هذه الوضعية الجوية غير المستقرة، لا سيما متعلقة بتساقط الثلوج أو حتى الأمطار، كما سبقها عفوا تساقط عفوا الرياح القوية. طبعا بداية أهم التدخلات كانت موجهة لمساعدة ومرافقة المواطنين، لا سيما عبر مختلف شبكة الطرقات في كل الولايات التي مستها هذه النشريات الجوية الخاصة، من ما نقولوا الغرب وسط الغرب إلى أقصى الشرق، خاصة في الولايات ذات المرتفعات التي تتعدى 700 800 متر، من عرفت تساقط كثير للثلوج. نعم. بسببها كان يعني في بعض الأحيان انغلاق وانسداد بعض محاور الطرقات، وفي بعض الأحيان كذلك أن تكون حركة المرور فيها صعبة بسبب يعني طريق زلقة، وحتى يعني بسبب الجليد لا سيما في الصباح، ما يؤدي أنه يعني الناس يكونوا محصورين أو يكونوا عالقين، لأنه ما يقدرش يسير بالسيارة في هذه المحاور، أو في بعض الأحيان تجد يعني انحراف السيارة عن مسارها. نعم. لذا يعني مساعدة ومرافقة المواطنين مهم جدا، لأنه فيهم عدة شرائح المجتمع، منهم من مصاب بأمراض مزمنة، منهم مريض يحتاج الذهاب إلى المستشفى. طبعا المساعدة تكون يعني سواء بالإجلاء أو تقديم إسعافات الأولية الأساسية في أي مكان، أو حتى يعني المساهمة في إخراج السيارات العالقة، وكذلك يعني إعادة المساهمة في إعادة فتح الطرقات، لا سيما بالوسائل الخاصة بالحماية المدنية، أو بالتنسيق مع المصالح المعنية المختصة سواء المصالح البلدية أو حتى الأشغال العمومية. كمان كانت كثيرة لا سيما خلال اليومين الفارطين، خاصة في كل من ولاية يعني الطرق عفوا اللي تربط بين خاصة بين البويرة وتيزي وزو، على نعم. مستوى ولاية جيجل، على مستوى ولاية ميلا، كذلك من كانت يعني العديد من الطرقات كانت فيها صعبة السير فيها، برج بوعريريج، كذلك سطيف، حتى ولاية عين الدفلة، وكذلك في غربا في جنوبا غربا عفوا في ولاية يعني تسمسيت، من شهدت كذلك هذه المنطقة تساقط كبير للثلوج، بالإضافة إلى تسجيل بعض حوادث المرور اللي كانت يعني لا سيما في اليوم الأول من النشرة الجوية، نعم. كانت نوعا ما يعني حصيلة نوعا ما مرتفعة بتم الوفيات، ثم الحمد لله يعني منذ 3 أيام تنخفض الحصيلة، يعني وفاة شخصين ثم وفاة شخص، وحاليا يعني اليوم ما شفناش عفوا أمس ما شفناش حوادث مرور كبيرة، لكن تبقى يعني حوادث المنزلية من حوادث الاختناقات هي اللي عرفت نوعا ما ارتفاع، لا سيما في الأشخاص الذين هم يعني متسممين نعم. يتم إنقاذهم، وتسجيل بعض حالات الوفيات كما كان أول أمس 3 وفيات بتبسة شخصين وميلا 1 شخص، أما يوميا يعني يتم إنقاذ معدل بين 20 إلى 30 شخص يتم إنقاذه وإسعافه ثم نقله إلى المستشفى عبر كل التراب الوطني، لا سيما تزامنا مع انخفاض كبير في درجة الحرارة، والتفكير الخاطئ دائما أنه في غلق كل منافذ التهوية شيء اللي يؤدي إلى انبعاث أحادي أكسيد الكربون من مختلف الوسائل المستعملة عفوا، سواء كانت جهاز تدفئة أو حتى سخانات الماء التي هي غير مزودة نعم، بنظام صرف الغازات المحترقة. مفهوم. سيادة النقيب، تم رفع درجة تأهب عناصر نعم. الحماية المدنية إلى درجة أولى، هذا يعني أن هناك تدابير وإجراءات أخرى نعم. أقرت لصالح أقرت أو يقوم بها أفراد أو عناصر الحماية المدنية. نعم، تدابير وقائية وتدابير نعم. عملية عن طريق جهاز أمني عملياتي. نعم، يعني تأتي تعزيزا لتلك طبعا. التدابير والإجراءات طبعا. المسبقة. طبعا ويعني يتم تحيينها وتجديدها وفق تطور الوضعيات نعم. الجوية. كانت بداية يعني منذ الأسبوع الماضي وحدات الحماية المدنية راهي في حالة تأهب. حالة تأهب لأنه منذ صدور يعني النشرية الجوية الخاصة، وين يعني عندنا بعض التعليمات توجه إلى الولايات المعنية نعم. والولايات المجاورة للإعلام أو التدخل في حالة دعم. لكن الشيء المهم جدا هو أنه يكون التدابير الوقائية مهمة جدا. أنه يستغل وسائل الإعلام، لا سيما الإذاعات المحلية، مواقع التواصل الاجتماعي، وين يجب ان يتم تذكير المواطنين بالنشريه الجويه تمس نعم. كل الولايات، حتى خارطه اليقظه، الصلاحيه، المده، وما هي التدابير الواجب اتخاذها، لا سيما من يعني نوعين من الحوادث، حوادث نعم. مرور بالنسبه لمستعملي الطرقات، والحوادث المنزليه على مستوى المنازل. اما الجهاز الامني العملياتي فهو يعني
لما توضع الوحدات في حال تاهب انه يكون يعني حجز الاعوان، يعني حتى يرفع من عدد الاعوان اللازمين والكافيين للتدخل. كذلك تجهيز بعض العتاد خاص في مثل هذه التدخلات، لانه في عتاد خاص بكل نوع من الحوادث. نعم. ونعرف الحوادث التي تكون يعني متعلقه بالاضطرابات الجويه. والشيء المهم كذلك وهو يعني كيفيه توزيع ونشر الاعوان، لا سيما في فرق متنقله في المحاور المعروفه او النقاط، بعض النقاط السوداء لا سيما في المرتفعات. هدفها وهو يعني التدخل السريع، التقليص من الوقت الزمني للوصول الى عين مكان، او نعم. التواجد في عين مكان بحد ذاته لمساعده ومرافقه المواطنين. ثم هذا الجهاز يعني كما قلت يعرف تطور من حين الى اخر حسب تطور الوضعيه وحسب يعني الوضعيه الجويه وحسب تطورات التدخلات وما يحتاجه الميدان من دعم سواء نعم. من وسائل بشريه او حتى ماديه. نعم مفهوم. عندما تتحدث عن النقاط السوداء هل هذا يعني انه يتم تحديدها مسبقا لتحديدها وسرعه الفعاليه ايضا وسرعه تدخل عناصر الحمايه المدنيه؟ طبعا هي يعني في اطار العمل المسبق. نعم هي وضعيه متطوره، صحيح في بعض المناطق وبعض النقاط معروفه منذ زمان. نعم. يعني وين تكون يعني في المرتفعات وين يكون سمك ثلوج يعني سميك، ويكون يعني في بعض الاحيان انغلاق وانسداد للطرقات لانه نعم. طرقات يعني ضيقه، طرقات وطنيه، طرقات ولائيه، طرقات بلديه في بين بعض القرى وبين الولايات، وين يعني تنسيق على مستوى الولايه نعم. عن طريق خليه اليقظه وخليه المتابعه يعني تشمل عده قطاعات مختلفه. نعم. هنا التنسيق يكون عالي الدرجه بين هذه القطاعات، تنسيق عالي الدرجه طبعا لا سيما كل قطاع في اختصاصه ومهامه، لكن تنسيقا بما يحتاجه كل قطاع ان يدعم القطاع الاخر سواء بالوسائل الماديه او بالوسائل البشريه، الحمايه المدنيه للمرافقه والمساعده والاسعاف وكذلك اعاده فتح الطرقات، الاشغال المومياويه بالياته وجرافاته حتى نعم. مصالح البلديه بمختلف يعني مستلزماته الماديه، المصالح الامنيه في كذلك المساعده على سير حركه المرور، الجيش الوطني الشعبي كذلك يعني بامكانيته الكبيره. من التنسيق العالي جدا هذا اللي يسمح انه دائما يعني نواكب هذه التطورات. وشفنا ايضا بيانات تقدمها الحمايه نعم. المدنيه بشان الطرقات المغلقه، صحيح. بشان الطرقات التي جاري فتحها نعم. وغيرها ايضا، يعني كل المعطيات والمعلومات المتعلقه نعم. بشبكه الطرقات. مهم جدا ان تكون هذه المعطيات لدى المواطن نعم. في الانيه طبعا حتى يطلع على الوضعيه الحقيقيه، لا سيما في الطرقات التي تكون مغلقه في المناطق يعني المحدده، ماشي كل الطريق يكون مغلق، يعني على سبيل المثال بين تيزي وزو والبويره دائما نعم. عندنا السول وشريعه وتيزين كولان وتيرول، يعني في اعلى القمه تكون يعني مغلقه في بعض الاحيان او يعني تطول المده او يتم القيام باعاده فتح الطرقات حتى يطلع المواطن على هذه الوضعيه نعم. ولا يعني يتنقل عبر هذه المحاور او يتاخر في التنقل ريثما يعني يتم الاعلان عن اعاده فتح الطرقات او حركه السير فيها ان تكون صعبه بالمرافقه للوحدات الموجوده في الميدان حتى تسهل عليه يعني التنقل وحركه المرور وان لا يكونوا عالقين يعني ومحصورين في السيارات لمده معينه. دائما مع التذكير ما هي المستلزمات الواجب باتخاذها قبل الانطلاق في معدات السياره، الواجب صيانتها ومراقبتها، كيفيه السياقه في هذه الظروف تختلف عن السياقه في الظروف العاديه. نعرف يعني تاخرت شويه العمى دي سنه تقريبا اكثر من سنه ما كانتش عندنا ثلوج، اذا بل المواطن ان يتاقلم مع هذه الوضعيه لا سيما لمستعملي الطرقات. مفهوم. شفنا غلق للطرقات بسبب تساقط الكثيف للثلوج، كيف تتدخلون انتم كاعوان الحمايه المدنيه في هذه الحاله؟ طبعا التدخل يكون يعني سواء عن طريق الفرق المتنقله نعم. والتي تقوم بعمليه التعرف يعني تتنقل يعني وتقوم بالتنسيق مع مركز التنسيق العملي والفرق الموجوده في الميدان وكذلك مع التنسيق مع المصالح الاخرى يتطلب امكانيات كبيره. نعم. شفنا الفرق الرجله تقوم بمساعده واخراج يعني السيارات العالقه عن طريق يعني بعض العتاد الفردي، واذا كان تطلب يعني عتاد كبير فيما يخص كاسحه الثلوج او الجرافات من هنا نطلبها من المصالح الاخرى ان تاتي الى المكان هذاك. نعم. ونحن في المرافقه والمساعده ريثما تمر الكاسحات او الجرافات في اعاده فتح الطرقات، ثم يعني كذلك يعني توعيه المواطنين بضروره يعني سواء التريث او يعني التنقل ببطء وخفض من السرعه. ندفع على ذلك كذلك يعني فيما يخص التدخلات في هذه الاماكن المعزوله والاماكن البعيده، وين لازم انه كذلك في ناس
نساء حوامل، نعم، اللي نقلناهم من المنزل الى المستشفيات تضع الحمل تاعها، الناس اللي عندهم يعني كذلك يعني عده مواعيد للطبيب امراض مزمنه نقلناهم، الناس اللي كانت عندهم عمليه جراحيه كذلك نقلناهم، سواء من المستشفى الى المنزل لما يرتاحوا او من المنزل الى المستشفى. هذا كله عن طريق يعني خلايا متابعه. وهذه الخلايا المتابعه مجهزه حاليا لا سيما في هذه السنه بارضيه رقميه. نعم. اللي تسمح لك تكون عندك المعلومه في وقتها، وصعود المعلومه يعني توزيعها افقيا وعموديا على المستوى المحلي وعلى المستوى المركزي، يساعد في اتخاذ القرار ويعني تدعيم المكان والزمان بالاليات والامكانيات اللازمه. الشيء اللي اعطى اضافه هذا العام في السرعه في التنفيذ والفعاليه. نعم. شيء لانه ما شفناش انه كسنوات مضت انه طول الوضعيه انه طرقات مغلوقه. بين امس واول امس وين لحقنا اكثر من تقريبا 100 طريق كان مغلق عن السير او صعب السير، اليوم صباح الوضعيه بقت بعض الطرقات اللي هي في اعلى المرتفعات لا سيما في تيزوزو والبويره طرقات 33 و30 ورقم وطني 15 والولائيه 253 و251، وكذلك في ولايه جيجل طرقات اللي تربط بين جيجل وميلا منها طريق وطني رقم 77 اظن في منطقه محدده، وبعض الطرقات الولائيه والبلديه اللي هي ما زال يعني بسبب استمرار تساقط الثلوج ويعمل دائما. والمعلومات تحين في كل مره. تحين في كل مره وتعطى عبر وسائل الاعلام اللي هم مشكورين، يعني يتنقلوا في الميدان، يعملوا مباشر الاذاعات المحليه، مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تعم المعطيات لدى كل الراي العام وكل المواطنين. مفهوم. سياده النقيب، ماذا عن تدخلاتكم وخرجاتكم الميدانيه على ضفاف الوديان والانهار؟ ضفاف الوديان والانهار مهمه جدا. الحمد لله حتى الساعه لم نسجل يعني وفيات او حتى حوادث، على سبيل المثال حوادث يعني فقدان او سيول جارفه لم تكن في مع هذه التغيرات الجويه، لانه اغلبها كانت مختصه بتساقط الثلوج، وحتى الامطار لم تكن يعني بالغزاره او يعني في وقت معين، لكن على طيله المده الصلاحيه يعني وبشيء بشكل بطيء جدا ما ادتش الى سيول. الحمد لله في هذا الشيء حتى الان ما عندناش يعني تدخلات، لكن تبقى الحيطه والحذر مطلوبين، والفرق المتنقله او الوحدات المتنقله موجوده بالقرب من هذه الاماكن. لعل الله وقدر الله ان تكون بعض الحوادث لا سيما في النصائح اللي نقدمها وعن عدم التواجد في هذه الاماكن، لانه خطر الانزلاق يعني يقدر يكون لاي واحد سواء المشاة او حتى عبر المركبات. والعمل التحسيسي والجواري يبقى مهم جدا، وتركز عليه كثيرا الحماية المدنية من أجل إيصال الرسالة والفائدة لأكبر شريحة من المجتمع. متواصلون في العمل التحسيسي. العمل التحسيسي لا سيما في هذا الوقت مهم جدا ويجب التكثيف منه، طبعا خاصة الخرجات الميدانية. نعم. والعمل التحسيسي على عدة جبهات أيضا. نعم. سواء للحد من حوادث المرور. صحيح. للحد من اختناقات الغاز، غاز أحادي أكسيد الكربون، وأيضا الحوادث المنزلية. الحوادث المنزلية حتى الفيضانات. نعم. ما يتخذ التدابير اللي يجب المواطن أن يتخذها لا سيما من الوقائية حتى لا يكون ضحية. نعرف أنه يعني في هذه الظروف يعني في أي وقت ممكن أن نكون عرضة لحادث مرور إذا كان هناك عدم تقيد بقواعد السلامة. نعم. لا سيما بعدم التهور، عدم المناورات، تجاوزات أو تغيير المسارات المفاجئة في المنزل. إذا كان المواطن ما عندوش تفكير أنه يقوم بتهوية المنزل، لأنه شفنا. نعم. في الولايات أنه درجة الحرارة لحقت حتى ناقص 6 درجة. يعني شيء برد يعني قارس، يعني حتى رانا نشوفوا عندنا في المدن الكبرى برد شديد، وأن تفكير المواطن راح يغلق وما راحش يفتح يعني ربما لأسابيع. نعم. يعني مزيد. نعم. هذا دائما عبر التحسيس والتوعية. الشيء اللي وصلنا له الحمد لله وسائل الإعلام مشكورة، مواقع التواصل الاجتماعي كذلك مشكورة لوسائل الإعلام، لأنه الضجة الإعلامية سمحت أنه ما سجلناش يعني ارقام رهيبه كما كنا متخوفين. نعم. لا سيما في هذا الوقت البارد، وان شاء الله نتفائلوا خير وان تتواصل هذا الوعي في لدى المواطن للحيطه والحذر من الاخطار الاختناقات، وكذلك في حوادث المرور، شيء لانه شفنا انخفاض في عدد الحوادث وحتى في عدد الوفيات، شيء يعني يبعث على التفاؤل وعلى الامل لدى المواطن لا سيما في هذا الضجه الاعلاميه وهذه. نعم. الحملات التحسيسيه اللي ما زلنا متواصلين فيها رغم ان صعوبه الامر في هذه الظروف الجويه، بالتوفيق بين الوقايه والتحسيس وكذلك الجانب العملي، شيء صعب لكن قايمين به يعني كما يلزم الحال، بالاضافه يعني ماهوش وحدنا فقط،
ان عده متدخلين وفاعلين راهم يقوموا بنفس الشيء حتى تعم أن الفكره الثقافيه والوقائيه لدى كل شرائح المجتمع، لا سيما على هذه الولايات اللي مازال فيها متواصله النشرات الجويه، وحسب يعني تطلعات للأرصاد الجويه الجزائريه يعني محطول نوعا ما، هي امطار خير ان شاء الله وتولج خير ان شاء الله، تحتاجها البلاد، تحتاجها لكل الجوانب. يبدا على المواطن ان يتعامل ويتفاعل بالشكل الايجابي بالتقيد بالتدابير الوقائيه حتى يعني تكون يعني امطار نعمه وليس نعمه. فعلا، وحتى السياقه في هذه الوضعيه الجويه الاستثنائيه لها ضوابط سياده النقيب من خلال السياقه صباحا في الصقيع وغيرها. طبعا في الصقيع وفي بعض الاحيان نشوف الجليد انه دون الصفر، وين يكون الجليد في بعض المناطق والمرتفعات ذلك على الطرقات تكون زلقه وزلجه يعني بسبب تراكم الثلوج او حتى الجليد. لذا على المواطن السائق او السائقه يعني مستعمل الطريق في التفكير في الجاهزيه النفسيه طريقة القياده، وكذلك المعدات التي يجب ان يجهز بها سيارته. نعم. سواء يعني قبل الانطلاق ما هي يعني رده الفعل الايجابيه في مراقبه السياره، في ضغط على الاعجالات، اطارات، يعني توازن السياره مهم جدا ان يكون سليم في هذه الوضعيه، كيفيه ازاله الجليد والثلوج على الزجاج النوافذ والزجاج الامامي والخلفي، كيفيه تزويد السياره بالسائل المضاد للتجمد سواء بالنسبه للمحرك وحتى لماسح الزجاج، شفرات ماسح الزجاج ان تكون يعني جديده وغير قديمه حتى لما تمسح تكون الرؤيه متضحه، كيف يستعمل المضاد الصقيع اللي موجود في السياره حتى لا يكون هناك الضباب، كيفيه القياده، السرعه، ما هي السرعه الواجب اتخاذها؟ نعم. يقول لك تفكير انه تقول لي على الاشاره 8 كم في الساعه نسير يعني 50 او 40، لا، في الاماكن اللي فيها الثلج وفيها الجليد يعني حبذا انها تكون بين 10 الى 20 كم في الساعه. في بعض المناطق وين لازم يعني اذا كان سمك الثلج يعني مهم لازم يستعملوا السلاسل، هذه الثقافه اللي تكاد تنعدم يعني عندنا في السائق، لكن ممكن نعرف نستعملها، كيف يتم تركيبها، كيف نقود بها، ما هي المستلزمات اللي تكون عندي في السياره كما ذكرت. ولهذا الحمايه المدنيه عند بدايه التقلبات الجويه وجهت نداء للمواطنين، تضمن عده مواد او عده نصائح لا سيما للناس اللي تضطر انها تاخذ سياره، عائله، الناس اللي عندهم دراري صغار، اللي عندهم الناس عم امراض مزمنه. يجب ان تكون عندك معدات لا سيما قبل الانطلاق، اللي عندك اولاد صغار ولا ناس مرض ولا، لازم تكون مؤونه. حتى دعت الى تفادي الخروج في حاله قلنا إذا عدم الاضطرار. طبعا لما كانش يعني مانيش مضطر، تفادي الخروج في مده تواصل النشريه، يعني تساقط الامطار او تساقط الثلوج، اذا كنا مضطرين ها واش لازم نديروا؟ يعني المؤونه، الادويه ما لازمش نساوها، يعني اللباس دافئ للشتاء، بطانيه، قفازات لانه ربما اضطر اخرج من السياره، حذاء يعني طويل خاص لو حباده، سطره يعني مضيئه حتى يراني الاشخاص لما نخرج من السياره، مصابيح، لانه ممكن ان اكون عالق لمده معينه من الزمن في وسط الطريق ريثما يصل الي الاسعافات او يتم فتح الطرقات، لكن حبذا انه نتفادى التنقل لا سيما في عز هذه النشره الجويه. بالاضافه الى انه شفنا ان يعني المناطق السياحيه جلبت كثير من المواطنين الانظار، يعني خاصه شريعه وتكجده ومرتفعات البويره وفي قسنطينه وفي قنشله، شفنا تنقل المواطنين في عز النشريه الجويه يعني توحشوا هذا الثلوج. صحيح. كاين يعني درنا احنا نداء في هذا السياق انه نخليو تنتهي النشريه الجويه، صريحه النشريه الجويه، او يعني تخوف نوعا ما حتى يعني ما تكونوش عرضة أن تكونوا عالقين أو حوادث مرور، أو في بعض الأحيان حتى أنه تساعدون في السلطات المحلية في إعادة فتح الطرقات لما يتحسن الجو، يعني يمكن انطلاق إلى هذه الوجهات السياحية. وعدم التنقل أيضا خلال نهاية الأسبوع، لأنه هذه الفترة يكثر فيها العائلات التي تزور منطقة شريعة، تكجدة وغيرها، وشفنا السنة الماضية أعتقد أنه بعض العائلات يعني علقت على مستوى هذا المناطق. لأنه خصوصية شريعة طريق يعني ضيق يعني وفي مرتفعات،
وين كثير من الازدحام المروري، وين خلى يعني كثافه مروريه مع محل الطرقات يعني كانت علقت بعض العائلات، وين يعني كانت صعوبه في اخراج بعض السيارات او اعاده حركه السير طبيعتها. بالاضافه الى انه حتى هذه السنه الجهاز الذي هو موضوع وحده الوحده الثانويه للشريعه في البليده قامت بعده تدخلات، لا سيما حوادث السقوط لانه يعني كثير من الناس يعني ينزلقوا ويصابوا يعني في بعض الاحيان في بعض الالتواءات وبعض الكسور، خاصه كذلك اثناء اللعب او يصابون بنزله برد حاده لانه ما يكونوش يعني لابسين كما لازم الحال في هذه المناطق. لذا دائما احنا خلينا نقولوا لما يتحسن تحسن الظروف الجويه ممكن ان ننطلق الى هذه الاماكن، يعني نكونوا في اريحيه والمتدخلين يكونوا في اريحيه دون تسجيل حوادث. مفهوم، نستغل هذه الفرصه سياده النقيب حتى نذكر دائما بالارشادات الوقائيه لتفادي حوادث الاختناق بغاز احاد اكسيد الكربون. مهم جدا خلال الفتره من يجب ان يكون دائما تجديد للهواء في المنزل، دائما تجديد للاكسجين في المنزل، انه الاحتراق التام لا يتم الا بوجود يعني عنصر اساسي وهو الاكسجين، وهذا ما يكونش انبعاث لاحاد اكسيد الكربون اللي هو المونوكسيد الكربون او المرعوب كما يسمى. طبعا عن طريق يعني تهويه ثابته، الفتحات التهويه اللي تكون في الابواب في اسفل الابواب وفي النوافذ في الاعلى، دي دائما لازم تكون موجوده، لازم. خلينا عن تجديد الهواء وترك النافذه مفتوحه نوعا ما خاصه تاع المطبخ او تاع الحمام امام المنزل، والمراقبه الدوريه والصيانه خاصه سخانه الماء الله يحفظكم، لانه راهي خاصه في الاونه الاخيره راهي دايره كارثه لانه ما فيهاش انابيب صرف الغازات المحترقة مع غلق النوافذ راهي من أحد المتسببات. وشفنا ما كذلك ظاهرة أخرى مع انخفاض محسوس في درجة الحرارة الناس تستعمل في الطابونة سواء في المحلات التجارية كانت عندنا شفنا قبل يومين أو يوم أعتقد وفاة شابين بطابونة في المحل التجاري، يعني يظن أنه في المحل التجاري حتى الطابونة ما تديرش، لا الطابونة من أحد الأسباب يعني يؤدي في غلاق كل المكان الى انبعاث مباشره للغازات المحترقه. نفس الشيء كان في ميلا، الشخص كان يسخن بطابونه على مستوى المنزل، وكذلك شفنا كذلك في هذا الحين في الورشات يعني اللي فيها الاعمال وين مراكز الحراسه راهم يستعملوا في الحطب، لانه هذا كذلك الحطب كذلك من مصادر انبعاث احاد اكسيد الكربون لما تكون غياب التهويه. وتبقى أرقام الحماية المدنية في الخدمة سيادة النقيب 24 ساعة على 24 وسبعة أيام على سبعة أيام 10-21 رقم أخضر رقم نجدة 14 في أي وقت وأي طلب أو أي استفسار، ما هوش فقط للتدخلات، ممكن حتى الاستفسار تطلع على الوضعية يعني المواطنين ان يتصلوا يعني بدون تردد للعمل متواصل 24 ساعه ل 24 ساعه. نعم، شفنا ايضا حتى صفحه الحمايه المدنيه على الفيسبوك تقوم باعطاء معلومات توجيهات نصائح وارشادات وحتى حصيله تدخلاتها اليوميه. طبعا الحمايه المدنيه الجزائريه هي صفحه الفيسبوك على المدير العام للحمايه المدنيه، تقوم باعاده نشر خاصه النشره الجويه التي يبثها الديوان الوطني للاثار الجويه مع تحديد بعض المناطق، نبوث بعض الارشادات والنصائح لا سيما المتعلقه بانخفاض درجه الحراره، الوقايه من احاد اكسيد الكربون، كذلك فيما يخص الوقايه من حوادث المرور، الحصيله بحد ذاتها، تطورات الوضعيه لا سيما الطرقات، حتى يطلع المواطن كذلك على هذه الوضعيه عن طريق صفحه الفيسبوك او حتى عن طريق صفحه التويتر والانستغرام، حتى نعم كل شرائح المجتمع وكل يعمل في جهته وعبر مواسيره. اكيد انه عمل جماعي بالتنسيق مع كل القطاعات والهيئات المعنيه. طبعا مهم جدا التنسيق، هنا القوه للمؤسسات الدوله الجزائريه في التنسيق الحمد لله ميدانيا في كيفيه تحليل المعلومات، توزيع المعلومات، نشر المعلومات في حتى ان اللجنه متكونه من عده قطاعات. لجنه طبعا في كل هذه وضعيه جويه تكون على مستوى الولايه، لجنه متعدده القطاعات، سيدي موديل انترفونسيون يعني يراسها الوالي الولايه او الامين العام على المستوى المحلي مع المستوى المركزي كذلك، يعني عده قطاعات تكون يعني خاصه خليه المتابعه بوزاره الداخليه الجماعه المحليه والهيئه العمرانيه، وكل قطاع كذلك لديه خليه المتابعه بوسائله المتطوره الحديثه لا سيما في كيفيه تحليل ونشر المعلومات. ولا بد من الوقايه والالتزام بكل الارشادات التي تقدمها مصالح الحمايه المدنيه، ضروري جدا الالتزام بضوابط السياقه، الالتزام بالاجراءات الوقائيه للحد من الاختناق بغاز احاد اكسيد الكربون وحتى تفادي الحوادث المنزليه، والالتزام بالنداءات والبيانات التي تصدرها الحمايه المدنيه في كل
كل مرة. شكرا جزيلا لك سيادة النقيب نسيم برناوي، أنتم رئيس مكتب الإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، على كل هذه التفاصيل المقدمة. العفو سيدتي، شكرا لك.